اول حاجه نخش على مين؟ على البلاطه. الدبليو بوتوم تيست بتاع البلاطه هتساوي 1.4.15 في 25 الفلور كفر 2 زائد 1.6 في اللايف بول 2. شوف هيطلع بكام؟ كيلو نيوتن على 11 مربع. كام؟ 11 مربع. الله ينور عليك. كيلو نيوتن على 2 مربع. ماشي كده؟ الناس معايا ولا لا؟ طيب المفروض برضه نعمل ايه؟ انا عندي البلاطه ده ايه؟ نراجع مع بعض الصوره السلاب، احنا ما قلناش كلام كتير قوي. عندي البلاطه ده ايه؟ الار بتاعتها هتساوي الطول الكبير كام؟ 6 6 على الطول الصغير 5. ال 6 تنضرب في 0.87 وال 5 تنضرب في 0.874. يعني بقى في 6 على 5 يطلع 1.1.2. هنجيب الالفا ونجيب منها البيتا. فاهمين انا بقول ايه؟ شغل الصوت السلاب نفس نظام البلاطه اللي تحت ده. الار بتاعتها هتساوي دي 6 ودي 6 صح؟ يبقى 6 و6، 6 هنضرب في 1 فوق و6 هنضرب تحت في بوينت واحد ناحيتين بوينت 7 6. صح كده ولا لا؟ صح. عارفين ليه في 1 وليه بوينت 7 6؟ ايوه عشان سيمبل. واحده سيمبل والار بتاعها ديت هتساوي عندي 7 وعندي هنا 5. ال 7 هتضرب في بوينت 7 6. بوينت 7 6 ولا 8 7؟ 8. وال 5 هتضرب في 1. الله ينور عليك. فاهمين انا بقول ايه؟ ونجيب الالفا والبيتا هنا، نجيب الالفا والبيتا هنا، ونجيب الالفا والبيتا هنا. طيب عندي كام شريحه بقى يا معلم عشان تحل؟ عندي في شريحه رقم 1 صح ولا لا؟ طيب انا عندي هنا الداتا وجبناها وجبنا كل بلاطه الفا وبيتا. طيب يبقى انا عندي في شريحه رقم 1 اهي. شريحه 5 متر، شريحه 6 باقيه 6 باقيه 5 6 8 صح؟ وعندي هنا الحين دبليو وهنا دبليو مختلف وهنا ده مختلف. عارفين جت منين الكلام دول؟ دي شريحه رقم 1. في شريحه رقم 2 عندي رقم 1. شريحه رقم 2 اهو دي عباره عن شريحه سمي اللي هي البحر الباكيه بتاعتها عباره عن كام؟ 5. هناخد الدبليو دبليو الفا الفا دبليو الفا بتاعت اس 3. ماشي كده يا رجاله ولا لا؟ خلاص؟ طب دي شريحه رقم 2. طب اخد شريحه رقم 3 ثاني؟ ايه يا رب. خلاص الله ينور عليك. نخش بقى على شريحه رقم 3. شريحه رقم 3 لما نيجي نبص على 6 7 6 صح؟ يبقى انا عندي 6 7 6 وعندي نحط الحل بتاعها دي الدبليو بيتا بتاع اس 3 صح؟ ودي 6 6 في 5 يبقى دبليو بيتا برضه ودي دبليو بيتا برضه صح كده ولا لا؟ دي الشريحه رقم 3. فاضل الشريحه كمان ولا خلاص؟ 4 جدع. فاضل الشريحه رقم 4 اللي هي لسه اللي في النص ده. دي شريحه رقم 4. هنحل الشريحه رقم 4 عباره عن باكيه سنجل طولها كام؟ 6 6 متر وتحط الحمل تحت. طبعا ده هتاخد الدبليو بيتا خلاص؟ طبعا تجيب لي بقى المومنت. ميزه هنا ان المومنت غالبا ده هيستخدم القيم اللي هي دبليو تبع على كام؟ طبعا دي 8 8 مش عايز الكلام دي سمبل. انما هنا اكثر باكيتين 2 يبقى دبليو تبع 10 10 10 12 10 10 فاهمين انا بقول ايه؟ 10 10 12 10 10 خلاص؟ وتقوم مصمم لي بعد ما تجيب المومنت بعد تقوم جايب المومنت القصه دي كلها بس عشان الوقت ترسم لي بقى المومنت للثلاث دي على 10 على 10 على 12 على 10 وهكذا. دي دبليو تربيع على تمام. خد اكبر مومنت من المومنت دي وصمم عليها خلاص. ناخد في الحاله دي تقوم مصمم لي برضه نفس تقوم مثلا سيكشن رقم سيكشن رقم 1 مثلا وتقوم هتساوي سيكشن رقم 1 وتصممه. اعتقد الكلام ده سهل يعني موضوع الديزاين اسم البلاطه كده يعتبر حنا كل البلاطات اللي هنا. لو طلع مثلا 6 في 10 خد كل 6 في 10 عشان كده بقول لك خد اكبر مومنت فيهم وصمم عليه. الدكتور قال اشتغل على البلاطه ماشي بقى فلا كلها زي بعضها 5 5 انا زي ما كنا بنقول في الاول. لكن هنا للاسف في باكات صغيره عشان ما تنفعش معاها ماشي وزي ما احنا بنقول يعني الشيء احنا ما خدناش منها وقت اهي. وخد المومنت هو ميزه البلد بيب انت بتستخدم القيم اللي هي 10 و12 وقصة وخد اكبر مومنت وصمم عليه. بس لو طلع 6 10 5 10 ما عنديش مشكله. انما لو طلع المومنت كبير حديد كبير لا خد المومنت بعده زي ما احنا عملنا في السودوس ده. دي اعتقد مراجعه دي المفروض اصلا ما كناش بنقوله اصلا برضه. نخش على ثاني خطوه اللي هي موضوع الكمبيوتر ميشن. نخش على ثاني حاجه اللي هي موضوع مين؟ البيم. ماشي كده؟ طيب البيم احنا قلنا اول حاجه في البيم هنعمل ايه؟ نجيب وزن القمر. وزن القمر انا عندي اول حاجه هنجيب ايه؟ البيم هتساوي 1.4 نفتح قوس 1.3 مرة 6 اس كانت عندنا بوينت 15 صح؟ مش احنا اللي جايبينها اصلا؟ الكلام ده كله نضرب فيه البوينت 35% نضرب الكلام ده كله في كام؟
25 كم قول 35 عشان بي زائد 25 في كل كل في كل شيء 14 لو الكلام ده كله بتساوي 14 في الميدن على الميدن طول بس كده يبقى مطلوب بقى يعلم مني ان اجيب حاجه اسمها الدبليو ابدا صح هتساوي افتح قلنا خط طول كده مين بقى الشاطر اللي يقول الخطوه ديت جيب الدبليو هو ايتم في سلاب ازاي بس انا عايز حد يساعد على ورا في اللي شاطر لا بتاع الفراغ من هو مسواش ناقص الاف بي نكتب القانون الاول بقى ماشي كده خلصنا البلاطه صح ايه تاني الروم بي زائد الروم اوف بي ها ماشي ان في ال زائد ان في ال شورت لا لسه في حاجه نسيتها 4 في الجزء زائد ال 4 البوست احمل البوست بتاعه الكلام ده كله على الانز في ال شورت. طيب سؤال بس عشان ابقى عارف الدكتور لو في فراغ زي ده الدكتور بيطرح من المقام الفراغ ولا ما بيطرحوش هنا؟ ولا ما بيتكلمش النقطه دي؟ لا لا طيب في طريقتين اثنين انا هوريكم عليهم بس صح مطرحه لا اما يطرح الاي ناقص البي في البي ماشي كده؟ وفي الحاله دي لما اجي احل الكاميرا لما اجي فاكر لما كنت بحل الكاميرا بتاع الكاميرا دي يبقى الكاميرا دي هيبقى عليها الحمل بتاعها في جزء عليه حمل كبير وجزء عليه حمل صغير فاهمين انا بقول ايه؟ تاني الكاميرا دي واحد اهي دلوقتي انا هسيح الكلام كله على الاريا اللي موجوده فاهمين؟ فيما عدا الفراغ فدلوقتي الكاميرا دي واحد دلوقتي في الجزء ده اهو شايل النص ده طب والجزء اللي في النص ده مش شايل نص الناحيه دي بس فاهمين انا بقول ايه؟ والجزء ده شايل النصين هنحل ونكمل يعني اول حل تاني ان انا اعتبر ان مفيش فراغ اصلا مفيش فراغ واشيل الفراغ من المقام اللي هنا فاهمين؟ وفي الحاله دي لما اجي اجيب الحمل على الكاميرا دي يبقى كله كانه موجود وخلاص. احنا هنحل على ان الاصعب فيها شويه ان دي موجوده. يعني ممكن تلاقي كده وممكن تلاقي كده خلاص تمام؟ يبقى احنا دلوقتي هنسمع على ايه؟ اللي شورت ناقص ايه فين؟ في البيكون. مش الجزء اللي في النص ده فراغ؟ فراغ. طب انا واخد 4 ونص هو مش شايل حاجه فوق. يعني انا مديك حمل بقول لك مديك انا مديك 90 طن اهو. انا وفرت عليك بدل ما تحسب اللي فوق بقول لك 90 طن 90 كيلو نيوتن. أربعة في البوست، تعال نعوض بقى الكلام ده كله. الدبليو عبارة عن 11 25 في 16 19 ناقص ال 7 في 6 6 في 7 6 في 7 زائد ال 14 2 في 16 زائد 2 في 19 صح ولا لا؟ 2 في 16 و 2 في 19 زائد 4 في 90 الكلام ده كله يتقسم على 16 في 19 ناقص 6 في 7 شوف الرقم ده يطلع بكام بعدين كم؟ كم؟ 3 كم؟ 16 و3 ماشي 16 و3 كلام منطقي يعني هو بيبقى اكثر من 14 كل شويه طيب بعد كده نجيب الار، الار بتساوي 19 على 16، شوف بقى يطلع بكام؟ يطلع بكام 19 على 16؟ بيطلع ب 41 16 و3 دي كيلو نيوتن على 118 18 18 هات بقى 1.18 اس 4 على 1 زائد اس 4 يطلع بكام؟ ار اس 4 على 1 زائد ار اس 4 يبقى ده الار 66 كم؟ 66 66 ودي 34 34 المية معلش المفروض المية يبقى في الحالة دي هتجيب الدبليو أقصى هتساوي 16.3 في بوينت 6 شوف هيطلع بكام؟ 16.3 في بوينت 3 4 شوف هيطلع برضه بكام؟ 10.75 10.75 والباقي 6 لا ما تجيبش 6 5 وين؟ خمسة وين متر طول ماشي كده؟ طيب بعد ما عملنا الكلام ده كله نعمل بقى؟ نخش فور بي واحد بي واحد طب معلش هنسمي مين بي واحد فيهم الاثنين لوفت ولا راس هنسمي لوفت بي واحد طبعا هي نفس بي واحد ماشي؟ طيب بي واحد شايل ايه بقى يا معلم؟ بي واحد اهي شايله من الناحيه دي جزء ومن ناحيه الجزء كامل كده صح؟ ومن
والناحيه دي جزء من البي 1 كام على بي 1 صح كده؟ المسافه دي كام والمسافه دي كام وهكذا. عند اول حاجه بي 1 اهي ثاني الناحيه 3 ونص وثاني الناحيه 3 يبقى انا عندي 3 ونص ودي 3 صح؟ يبقى انا عندي في جزء في جزء يبقى انا عندي هيبقى الدبليو الدبليو كام؟ يبقى انا عندي الكاميرا اهي الكاميرا هي عباره عن بي 1 وصاله لطويل قصير صح؟ يبقى انا عندي هيبقى 10.75 في 6 ونص صح ولا لا؟ عارف 6 ونص جت منين؟ اللي هي 3 ونص و3 وعندي جزء ان هو هيبقى 10.75 في 3 بس يبقى الحل بيساوي كام بقى؟ نحسب لها الحسبه تي سيكشن ولا ال سيكشن؟ ال سيكشن القطاع عندي هنا القطاع عندي هنا عباره عن ال سيكشن ديت ال 350 اللي احنا خدناها خلاص دي البعد اللي احنا قلناه 1000 وكام 1300 طبعا البيس دي كابتر في ال سيكشن عباره عن سي اس تي اس زائد البي نوت فاهم 650 زائد 350 650 ب 900 350 ب 1250 يبقى 1250 طيب يبقى انا عندي الدي اللي هو 1250 هتساوي في واحد جذر 1300 في 10 في 6 على اللي في اللي في كام 30 البي اللي 1250 واحد تاني ماشي الدي دي ب 1250 هي ظبط معانا لو ان دي 1250 ولا 1250 بس المهم ده 1250 اللي 1600 مش عايز اكلمك ماشي و 1250 اللي احنا بس كده لسه بنقول اسمه سي 6 7 في واحد هتطلع 6 و7 كان جبت الاس تي لازم نحسب الكام بتاع البي ولا
لا لا 6 لسه موجود خلاص في 10 في 6 على 400 في بوينت 826 في 1250 الوالدين فيه. طبعا البلد بيمشي في ارقام يعني ما تخطش من الارقام اللي هتطلع ماشي. اسم عليك مين؟ ايه ده؟ كل في كان تسعة طب المره الجايه دي بتاعتها تساوي 15% في 3147 يعني حوالي 50 يعني كده حوالي 16. صح كده؟ صح يعني صح يعني ده انا عارفه ها ده 13 كده ده مين بس في حاجه سيناء مع اللي هو الصين دي سيناء خالص كان جيب النمبر يبقى بعد الصين الصين بقى الكاميرا مقوم في النص مقوم في النص يبقى الصين ده 90 اما اكون بقى مرحله من هناك بجيبها ازاي عشان بس ما تروحش اشوف مشيت مسافه انا ابتديت بحسب الكاميرا دخلت دي واحد دي واحد مشينا مسافه قد ايه من الاول 6 يبقى انا عندي دلوقتي قاسم 6 الكاميرا اتجاه عامل عليها الكاميرا دي واحد من اول لغايه الاخر بتبعد قد ايه من الكاميرا الطرفيه يعني دي واحد بتبعد قد ايه من الكاميرا الطرفيه بتبعد قد ايه 6 هو كده 6 على طول الكل بتاعه اللي هو 19 بتساوي الثيتا على 180 ادي الثيتا يعني الاخر الجاب نشوف المسافه اللي هي البي واحد بعيدها عن الاول ده وننسبها للطول كله فاهمين انا هنا؟ تمام وننسبها للطول كله فانا عندي 6 بالنسبه ل 19 هي بالنسبه هي الثيتا بالظبط بالنسبه ل 180 فاهمين؟ خلاص ما هي لو في النص خلي بالك بقى نظبطها ازاي؟ هي لو في النص هتبقى بتساوي كام؟ 90 في النص هتبقى نص 19 9 ونص 9 ونص على 19 هي بتساوي 90 على 180 فاهمين؟ خلاص الكلام نشوف الكاميرا اللي دي واحد مشينا قد ايه يعني بتبعد قد ايه من الكاميرا الطرفيه بتاعتها الكاميرا الطرفيه بتاعتها ونقسمها للطول كله فاهمين واضربها في المومنت وتضرب الرقم ده على ساين ثيتا في المومنت فكده هيجي لك قيمه المومنت هيقل لك قيمه المومنت الله ينور عليك. طب انا بقى قاعد اشوف الناس اللي قاعده فاهمه دي دلوقتي في اثنين في اثنين اهي لو عايز اجيب الثيتا بتاعتها بتساوي كام؟ 15 الله ينور عليك على 16 بتساوي 6 على 8 اشوف برضه دي 2 مشين قد ايه او تبعد قد ايه من الحافه بتاعتها وانسب المسافه بتاعتها بالنسبه للجول كله بما يكفي خلاص كده يبقى انا دلوقتي المفروض الالف ده ده ايه كنت اضربه في ساين ثيتا بتاع بي واحد اللي هي المفروض كام اللي احنا جبناها اللي هي 6 على 19 6 على 8 خلاص اتفقنا هذا الفرق دلوقتي هبعت لك مثال محلول في البلد دي ماشي وفي كاميرا مرسومه وانا كده تسلح